كابتن كابتن عادل، حته التشكيل برضو عايزين يعني كل واحد وليه رؤيه ممكن نبعد عنها شويه. هو حط ثلاثه في نص الملعب على حساب قفشه مثلا، هو المنطقي. فخلينا نشوف الوداد كمان. احنا شفنا، انت قلت التلت الهجومي تلت مرعب وعندهم سرعات كتيره جدا وعندهم خبرات تحركات كتيره جدا. نتكلم على نقاط الضعف. انا كنت فاكر ان هم بيلعبوا 4 2 3 1، يمكن 4 1 4 1 ديت ممكن جدا لو بداوا بيها تعمل لهم مشاكل دفاعيه كتير، خاصة زي ما احنا بنقول لو عندنا اطراف بتخش لجوه وعندنا كمان باكات يعني بتكمل لو بتكمل كويس. فاشرح لنا ازاي نستغل لو لعبوا 4 1 4 1 ازاي نستغل الجزئيه ديت في بناء الهجمه كمان وفي الكاونتر اتاك. هم بيعملوا ضغط عالي كويس، لما بيركزوا في الضغط العالي بيشتغلوا كويس، وهم لعيبه اذكياء بالذات وليد الكارتي وايمن الحسوني، الاثنين من اذكى اللعيبه اللي موجودين في فرقه عندهم. مجهودهم مش اعلى حاجه ولكن بيعرفوا في الشق الهجومي مميزين جدا، والكره قدامهم بيعرفوا يدافعوا بشكل كويس، ولكن الكره في ظهرهم عندهم مشاكل، وتكملاتهم بيبقوا موجودين ولكن بيبقوا عارف انت كغثاء السيل حاجات كتير. الناس مكان عدد كبير بس على الفاضي. هم عندهم مشكله يعني. في دي عندهم مشكله في دي كمان. هم كمان بيفتقدوا الثلاثي الامامي كتير في الارتداد، بيعلقوا مش طول الوقت بيعلقوا، ما اعتقدش ان هم هيعلقوا مع الاهلي، ولكن حتى لما بيرجعوا ما بيدوش الدور بشكل قوي. انا متفق مع دكتور احمد في ان المباراه دي هو صعب ان احنا نغير. انا عارف ان احنا ممكن ما نغيرش طريقه اللعب، ولكن لازم يكون عندي عشان طريقه اللعب لازم يكون عندي المواصفات اللي تنفع للمباراه دي. بمعنى ان انا لو هلعب 4 2 3 1 زي مباراه سان داونز، مباراه سان داونز كنت تلعب بتشكيل مثالي لو نفتكر المباراه، كانت نقطه ضعفك في المباراه مين؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي لعيب كبير هجوميا ولكن دفاعيا مش احسن حاجه، كنت تلعب على باك ليفت قوي جدا مفتاح لعبهم، وكان عندك اجنحه تدخل جوه الملعب كتير، فبالتالي كان في اثنين بيلعبوا على احمد فتحي. دي الحاجات التفاصيل اللي احنا ما اشتغلناش عليها بشكل جيد، اشتغلنا على اسم النادي الاهلي، وده مش عيب على فكره، مش عيب انك انك اسم النادي الاهلي كبير، ولكن مش عيب انك تنزل للتفاصيل اللي تكسبك مباراه. بالعكس انت ده كبرك انت ما صغركش يعني. وده يعني الطريقه الحديثه في التدريب، مش لازم طول الوقت العب على ان انا الاحسن واحد وانا المتميز او المتفوق، لا، في اوقات بلاعب الفرق بشوف نقاط ضعف قوتها حتى في المباراه بحاول اشتغل عليه. فانا شايف ان احنا في ظل وجود الاجنحه اللي موجوده عندنا، لا، احنا عندنا مشاكل في الاجنحه. خلينا منطقيين، اجنحه في الجانب الهجومي مميزين جدا كلهم باستثناء جيرالدو دفاعيا، وانا اعتقد جيرالدو انت مش هتستخدمه دلوقتي. ده حقيقي. طيب.